معايا عبر الهاتف بعد الفوز الكبير اليوم للبيراميدز على فريق أرسنال كومباني الكابتن الكبير كابتن محمود فتح الله. كابتن محمود مشرف ومنور حبيبي، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك. تسلم يا غالي. مليون مليون مبروك الفوز النهارده، اداء رائع ونتيجه كبيره بكل تاكيد. والله الحمد لله، يعني نتيجه مهمه بالنسبه لنا، وثلاثه بونت مهمين مهمين في الجدول، وكمان مهمين قبل ماتش قوي الاهلي مع الاهلي في الكاس ان شاء الله. فالحمد لله، يعني مكسب بالنسبه لنا مريح. صحيح جدا. النهارده كمان انا قلت وانا بتكلم ان الفوز ده بالنسبه لي مهم لبيراميدز عشان نضمن ان بيراميدز كمان لسه محافظ على اماله في المنافسه على لقب الدوري، ما تهربش منه الدنيا زي كل موسم. يعني السنه دي محتاج بيراميدز انه يمسك نفسه شويه في فكره المنافسه مع الاهلي والزمالك، رايك ايه؟ والله المنافسه انا عايز اقول لسه عدد ماتشات كبير ولسه بدري جدا. صح. يعني لسه 12 ماتش، ده 36 بونت، وده رقم كبير. يعني بنحاول ناخد الامور واحده واحده، ما نشغلش نفسنا كتير. يمكن عندنا في النادي كلنا عندنا هدف ان احنا ربنا يكرمنا ونتوفق ناخد بطوله السنه دي، ايا كان ايه اسم البطوله. في عندنا حاجات، بطولات قريبه وبطولات يعني لسه قدامها شويه، يمكن بطوله الكاس اللي عندنا ماتش كمان 3 ايام مع الاهلي، دي يمكن يعني اقرب حاجه. صح. كايام يعني. صح. بطولة الدوري بنحاول ما نفقدش النقط، بنحاول نركز في كل ماتش يعني بنقاتل عليه، ما بنحاولش نفرط بسهولة. فيعني هنشوف بقى ربنا هيوصلنا لإيه، وحسب اجتهادنا وحسب تركيزنا يعني بنتمنى توفيق ربنا إن شاء الله. طيب أنا هسألك السؤال بشكل واضح دلوقتي، أي فريق في العالم يبقى عنده أهداف واضحة جدا، يعني يقول مثلا إيه، أنا السنة دي داخل أكسب دوري، أنا السنة دي داخل أكسب كأس والباقي أحاول فيه. هل الدوري من الاهداف الاولى عند بيراميدز، ولا ممكن الكاس يكون هو الهدف الاول عند بيراميدز؟ مش بكلمك على التوقيت، مين الاول ومين الثاني. عارف، بص احنا عندنا اولويه ان احنا ناخد بطوله زي ما قلت لك، ايا كان ايه هي البطوله. بنقاتل في كل بطوله بنلعب فيها، بنحاول ما نفقدش النقط، بنحاول نوصل للنفس الاخير. ايه بقى اللي هيحصل في نهايه الموسم؟ ممكن تاخد كل البطولات، ممكن ما تاخدش حاجه، ممكن تاخد بطوله اتنين، يعني حسب انت مركز قد ايه واهتمامك قد ايه وتوفيق ربنا معاك في انهي حاجه. بس في حاجات بتاخدها نقطه نقطه، وبتستنى بقى النتيجه اللي في الاخر، زي التلميذ اللي بيذاكر بيستنى النتيجه في الاخر يعني. فانت بتحاول تاخد الامور واحده واحده. ماتش النهارده بالنسبه لنا مهم، ثلاثه بونت مهمين جدا مع فرقه عندها امل ضعيف فبتقاتل وبتبقى اشرس. على فكره اللي عندهم امل ضعيف ده ماتشاته بتبقى صعبه جدا جدا. وده كان حاصل النهارده، يعني النتيجه 3-0 صحيح، بس مرينا بفترات صعبه في الماتش. ثلاثه بونت حطونا في حته كويسه تحت الزمالك اللي هو لعب ماتشات زينا ببونتين. لسه الاهلي ما لعبش ماتشات، فمش هقدر اعرف انا فين من الاهلي. وقبل ماتش مهم مع الاهلي في الكاس لازم ندخل الماتش ده واحنا هاديين، لان الماتش ده ماتش كاس مش دوري وهتعوض. ماتش كاس في فرقه بس اللي هتصعد. فالحمد لله يعني النهارده في مكاسب كتير. يمكن الخساره الوحيده ان ابراهيم عادل اتصاب النهارده، هنشوف لسه اصابته عامله ازاي وهيبقى متاح معانا الماتش الجاي ولا صعب. مبدئيا حاسس بايه؟ يعني الجهاز تبقى لكم الاصابه مبدئيا يعني. يعني يمكن لسه مش عايز اسبق الاحداث، هنعرف بكره. لكن ثلاث ايام دي اللي بيجي له شويه كحه بيغيب يعني. صح. ما بتلحقش الجهاز حتى. فانت شايف انه ممكن يبقى عنده صعوبه يعني في المواجهه؟ مش يعني مش عارف. صعوبه الله اعلم طبعا، بس صعوبه يعني بالنسبه لنا لعيب مهم طبعا. فهنشوف بكره لسه مين متاح معانا ومين مش متاح يعني. عظيم جدا. عودة رمضان صبحي للتألق تفرق كتير مع بيراميدز الفترة دي. حاجة انا على المستوى الشخصي مبسوط جدا. واحنا كنادي اي نجم بيتألق حاجة بتساعدنا. رمضان لعيب كبير، وانه النهارده بيرجع للتهديف ويجيب جونين، ده حاجة كويسة، وقبل الماتش مهم وحاجة كويسة وبتديله ثقة طبعا. اتمنى ان شاء الله الجونين دول يبقوا بداية لبقية الموسم، لان اللي جاي هو الصعب يعني. عظيم جدا. طيب منتخب مصر، انا بتكلم دلوقتي بقى الكابتن الكبير كابتن محمود فتح الله نجم منتخبنا الوطني، شايفه ازاي الفتره اللي جايه؟ شايف مين افضل له الفتره الجايه؟ هل مع عوده كارلوس كيروش ولا مدير فني اجنبي اخر؟ بص يا كريم، عشان لو اتكلمت معاك باللي انا شايفه هقعد ساعه اتكلم، فهختصر لك الموضوع يعني. اتفضل. هختصر لك الموضوع. اتفضل.
لازم نكون فاهمين كلنا، اي حد فاهم كوره لازم يكون فاهم ان القصه مش مدير فني فقط. صح. لو كنا فاكرين ان احنا هنجيب كيروش يبقى الدنيا اتحلت، او هنجيب جوارديولا يبقى الدنيا بقت تمام هننجح، يبقى احنا بنقول اي كلام وبنهرج. مش قارين الوضع صح. القصه عمرها ما كانت مدير فني فقط، يعني قصه اكبر من كده، وقصه كبيره جدا كمان، وخصوصا على مستوى المنتخبات يعني. عنصر مهم، ممكن جوده المدير الفني اللي جاي يعني تحسن الدنيا شويه، لكن انك لو عايز تنجح وعايز ترجع هيبه منتخب مصر وهويه منتخب مصر، القصه اعمق واكبر من اختيار مدير فني. هنختلف، وناس هتقول كيروش يرجع، لا نجيب مدرسه مش عارف هولنديه باكستانيه، ايا كان اللي هيتقال، القصه مش مدرب بس. القصه في عوامل كتير، وبيجي في الاخر بقى شغل المدرب، بيكون متوفر 100 حاجه، وفي الاخر بقى تجيب مدرب جودته عاليه واسم كبير ومدرب فاهم الدنيا ماشيه ازاي، هينجح، وفر له الحاجات اللي تنجحه ايه. بس تجيب مدرب ويلا اشتغل، وانا جبت مدرب، يعني قصه اكبر من كده، ده وجهه نظري يعني. طيب اخر حاجه، كان في كلام انه في حكام اجانب لمباراه الاهلي وبيراميدز بحسب لجنه الحكام، وعرفنا من مصدر لينا انه الحكم اللي كانوا اتفقوا معاه اعتذر. هل هيبقى عند بيراميدز مشكله لو اللي ادار المباراه طاقم تحكيم مصري؟ بص، الموضوع ده بيبقى مع اداره النادي اكتر، هي اللي بتتكلم فيه. لكن انا ما اعتقدش يعني اي حاجه اتحاد الكوره هيستقر عليها اي حكام، يعني احنا جاهزين، ما عندناش مشكله يعني. عظيم جدا، عظيم جدا. طيب حاجه كمان، وليك الحق ترد ولا لا، ابراهيم عادل لا لا، ابراهيم عادل ممكن يبقى في امريكا السنه الجايه؟ في امريكا في الاجازه يعني قصدك؟ احتراف في الاجازه يقضي اسبوع ويجي. خلاص بس شكرا، خدت الاجابه. لا، اشمعنى امريكا يعني؟ انا سمعت انه عنده حاجه في امريكا. بص يا كريم، عشان في الموضوع ده، الفتره دي بالنسبه لنا كنادي اهم فتره في الموسم، طالما احنا اهدافنا ان احنا ناخد حاجه. صح، مش هدفنا ان احنا يعني موجودين وخلاص وسنه وتخلص، لا، احنا هدفنا ان احنا ناخد بطوله ايا كانت البطوله. فالشهرين الجايين دول بالنسبه لنا اهم شهرين في الموسم. فصدقني كل الكلام اللي بيتقال ده احنا بنقراه في المواقع والبرامج فقط. لكن احنا في النادي مفيش حاجه اساسا بنتناقش فيها، ولا حاجه مطروحه بنتكلم فيها اساسا في النادي في الكلام ده. غير ان احنا ماتشاتنا ازاي، هنعمل ايه، الدوري ايه، كاس ايه، فقط، وبنشتغل فقط. لكن كل الكلام ده، مين راح فين ومين بيكلم مين ومين هيعمل ايه، الكلام ده بنسمعه في المواقع والاعلام فقط. لكن ما بتتناقش فيه اساسا، لان اساسا ما فيش حد عاقل يتناقش في حاجات زي دي في التوقيت ده. الكلام ده مش مطروح دلوقتي خالص. انت عارف ليه دايما بيبقى مطروح دلوقتي؟ ما هو احنا برضو حظنا الوحش هنا في الدوري المصري، مش بتكلم على بيراميدز بس، كل الفرق، انه اللعيبه ممكن يجي لها عروض من اماكن كتير قوي، عشان المواسم الثانيه في الاماكن الثانيه دي خلصت خلاص، فاحنا بس اللي في نص الموسم بس، هم عندهم الموسم خلص وبيدوروا على لعيبه، فطبيعي يبصوا عندنا. عندك حق، لان الدنيا متلخبطه، واحنا الناس بتبدا واحنا لسه بننهي. صحيح، عندك حق مليون في الميه، لكن كل نادي بيدور على مصلحته. صحيح، ومصلحه النادي ان اللعيبه اللي معاه، اللي متاحه معاه وموجوده بعقود، لازم تكون مركزه 100% طالما انت بتلعب على حاجه. مزبوط. لو انت في نص الجدول، سابع، ثامن، تاسع، عادي هتبيع ده وهتجيب ده وهتتفق على ده وتبيع ناس وناس تمشي وتسافر، عادي. صحيح، بس طالما انت بتلعب على حاجه، اي نادي، مش بيراميدز يعني، اي نادي طبعا بيلعب على حاجه، مليون في الميه بيوفر كل حاجه من تركيز واجواء مناسبه للناس تنجح. فان الناس تنجح يبقى الكلام ده مش مطروح وما بنتكلمش فيه. طبعا. صحيح. كابتن الكبير كابتن محمود فتح الله، نجم منتخبنا الوطني الاسبق ومدرب فريق بيراميدز، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا.